السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يعودها علينا وعليكم الأيام بخير كده يا رب، ودايما كده أفضل مشجعاكم ومحفزاكم على شغل البيت. عايزة بقى لايك كبيرة قوي كده للفيديو ده عشان تعبت فيه جدا. إيه طبعا ده يعني يبقى كرم منك لو حطيتيلي لايك كده على الفيديو قبل ما تتفرجي، تمام؟ ندخل بقى كده على الروتين بتاعنا. والنهارده في الروتين بقى هوريكم كده مقتطفات من كل حاجه بعملها، مش بالتفصيل يعني قوي علشان ما تملوش والروتين ما يطولش مننا قوي، تمام؟ اول حاجه انا فتحت لكم الادراج ووريت لكم التسريحه عندي الادراج فيها كانت عامله ازاي. اشتريت الرول بتاع الفوم ده اللي انا كنت واقفه عليه، قلت لكم ان انا كنت هشتريه وهفرش بيه التسريحه. حبيت كده اشجعكم علشان لو عندك نفس المنظر برضو لسه سايباه تقومي كده وتعمليها حالا. بصوا ده اول درج كده، حطيت الورق الفوم، قصيت على مقاس الدرج وبعد كده رتبت حاجتي فيه وحطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا معلش بقى الروتين ده متاخر، ده كان بتاع امبارح، بس ان شاء الله في روتين تاني هينزل لكم بكره باذن الله. هعوضكم كده عن اليومين اللي منزلتش فيهم الفيديوهات علشان تلحقوا كده الاحداث اللي حصلت معايا دي بسرعه. تلحقوها، يعتبر انا بسجل لكم الفيديو وانا في حاجات في الشقه خلصتها وفرشتها كمان. فالمهم بقى ان خلينا في الروتين بتاعنا ده. بصوا القطن اللي انا بوريه لكم ده جميل جدا جدا جدا، لو شفتيه في اي مكان هاتيه. انا جايباه عادي من محل ادوات تجميل عادي جدا، محل صغير مش كبير، لقيته فيه وسعره 20 جنيه. عايز اقول لكم تحفه القطن بتاعه كده بيور، واللي هو لو حطيتي نقطه واحده كده من المزيل بتاع الميك اب او حطيتي مثلا اي حاجه فيه بتلاقيه كده يعني بيشربها، وفي نفس الوقت لما بتيجي تمشيه على بشرتك بيطلعها تاني على بشرتك، فحلو قوي قوي. غير القطن بتاع اوريفليم اللي كان عندي ده، انا رميته اصلا، وحش قوي وسيء قوي، قلت لكم قبل كده. هنا التسريح انا عماله اوريها لكم اهي بالتفصيل، بوريكم كل حاجه انا حطيتها ازاي عشان انا ما رصيتهاش معاكم. ده كده الشكل بتاع اول درج، بغض النظر بقى عن الحاجات اللي فوق التسريحه دي، في حاجات لسه هتدخل اماكنها في الادراج. الدرج التاني درج ده بحط فيه الفرش، المشاط، المناديل بتاعه الواكس، الكريمات، السكرابات كده يعني، وبحط فيه كمان التوج زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا عايزه اقول لكم بقى انا كنت فاتحه محل توك، بس لما بشوف اي مثلا بيبي صغير او اي حد مثلا بنوته الكلام ده احب احط لها توكه في شعرها من التوك بتاعتي، عشان انا مش بقى يعني بصوا انا بحب اشتري التوك قوي، بس كلبس ان انا البسها لا، هي التوكه بتاعت الشعر العاديه دي وخلاص، بس احب اشتريهم يعني. بس كده، وبوريكم برضو كده الحاجه اللي في الادراج عشان انتوا بتفضلوا تقولوا لي ورينا ورينا، اهي كل حاجه قدامكم اهي. انا ما بجيبش يعني ما بجيبش حاجات جديده يعني، غير لما بحس ان انا خلاص بقى فعلا يعني محتاجه حاجه عشان ما سحمش الدنيا عليا قوي، بجيب الحاجه اللي ناقصت مني. بس البوكس اللي هو اللي جوه ده اللي على شكل قلب ده، ده اللي انا حاطه فيه الاكسسوارز بتاعتي كلها، اللي هي الحلقان، الخواتم، الحاجات بتاعت الشعر، الكلام ده كله دي حطاه هنا. بقى كنت خلصت التسريحه خالص، ومش عارفه ليه بفتحها لكم كده تاني علشان هوريكم بقى كده الادراج على بعضها سريعا، وهندخل بقى على اوضه الاطفال علشان انا قلت لكم ان انا كنت مخلصاها وموقفاها على الفرش، بس كان عندي النجفه لسه. قلت لكم لما تجيلي الفوط بتاعه جرين واي هعمل بيها النجفه عشان عايزه اجربها في النجفه، وكمان اقول لكم رايي فيها. الفوط دي انا كنت عامله بيها اوردر من حوالي اسبوع وهي وصلتني من 3 ايام، 3 ايام هستخدمها معاكم النهارده في الروتين. الدرج ده حاطه فيه كده التلبيسات بتاعه البندانات بتاعتي، وحاطه فيه كمان الحزامه، وحاطه فيه الدرما بن، وكمان حاطه فيه ايه تاني اتقفل، العلبه بقى اللي هي اللي حاطه فيها الخواتم بتاعتي، اللي حاطه فيها الحاجه بتاعتي يعني. واخر درج ده حاطه فيه الاسترتشات واللي هي الكبات اللي هي بتاعه الشتوي دي، وفي كمان كبات صيفي تحت منها حطها فيها برضو. بس كده نظمته بشكل سريع بشكل عملي قبل ما يكون شكل جمالي، هو بشكل عملي بالنسبه لي. تعالوا بقى دلوقتي كده اوريكم الاوردر بيوصل ازاي وهو مقفول. الاوردر بتاع جرين واي اللي كنت قايله لكم عليه علشان الفوط اللي كنت محتاجه بقى امسح بيها كده والمع بيها في التنظيفات الاخيره، زي ما قلت لكم انا عامله اوردر، والاوردر لسه واصلني اهو حالا، لسه مستلمه من المندوب. هفتحه بقى معاكم واوريكم الحاجات اللي جواه. انا جايبه الفوطه بتاعه الخشب والفوطه بتاعه الازاز، وكمان جايبه الفوطه بتاعه الشاشات علشان شاشات التلفزيون عندي، وفي كمان هي كده بعتالي قرص بتقول لي لتنظيف الكوتشيات، لتنظيف مش عارفه ايه تاني كده هقول لكم برده، بس لما نفتح مع بعض الحاجه.
هفتحها، هفتح كده معاكم الكيسة واوريكم الحاجة اللي جوه. بصوا دي كده الكيسة اهي، شركة جرينوي، والسيلر اللي انا جايبة منها اسمها امل صالح، تمام؟ دي الارقام بتاعتها، وكمان هسيب لكم لينك جروب بتاعها عشان اللي حابب يطلب حاجة من الحاجات اللي انا جايباها دي. خدوا بالكم بقى علشان في حاجة لاحظتها، في ناس بتبيع الحاجات المضروبة بتاعت جرينوي على اساس ان هي الحاجات الاوريجينال بتاعتها بس بسعر اقل، فخدوا بالكم لما تجيبوا لازم تجيبوا من حد مضمون ويكون كذا حد مجربه ومشكر في حاجته وان الحاجات دي فعلا بتاعت الشركة، لان الحاجات دي نازل منها تقليد كتير جدا، تمام؟ اللي حابب بقى يستفسر عن الاسعار، يستفسر عن اي حاجه، يدخل بقى يسالها. هسيب لكم زي ما قلت لكم لينك الجروب بتاعها تحت، وطبعا هجرب معاكم الحاجه دي، الحاجه دي غنيه عن التعريف، مش محتاجه ان انا اقول لكم رايي فيها، بس يعني هي بتفرق جدا في النظافه، يعني الحاجات اللي بتساعدك وبتسهل عليكي، وكمان بتوفر في المنظفات، بتوفر في استخدام المناديل، الناس اللي كانت بتستخدم مناديل زي الكلام ده كله. المهم دي كده طبعا هنفتح مع بعض بقى الفوط، كل فوطه بقى مكتوب عليها الاستخدام بتاعها ومكتوب هي بتاعت ايه. قلت اوريكم الاوردر لما اجي استخدمهم، هستخدمهم طبعا معاكم في الروتين، هوريكم بستخدمهم ازاي. ده القرص اللي هي قالت عليه، بصوا الفوطه الصغيره دي خالص دي بتاعت الشاشه. والاهم من كل ده بقى الصابونه اللي هي بتاعت التنظيف اللي انت بقى تنظفي بيها الحاجه دي بعد ما تخلصي، اللي هي الصابونه دي. في ناس بتستخدم نابلس شاهين بس طبعا ما بيكونش زي دي، دي اضمن. بصوا ده كده الملمس بتاع الفوطه اهي، هقول لكم بقى رايي فيها وانا بشتغل الحاجه دي. كلها بس بتستخدم ان انت عباره عن ان انت بتبليها بميه كده، ميه دافيه، ميه فاتره، اي ميه، وبتبداي ان انت تعصريها كويس وتشتغلي بيها. بتاعت الخشب بقى تلاقيها بتلمع الخشب، بتاعت التراب هي بتاعت الخشب، هي بتاعت التراب، هتلاقيها بقى بتشيل التراب كده وتلمع اكنك حاطه بليج. وكمان بتاعت الازاز برضو هتلاقيها بتلمع الازاز، بمجرد ان انت بتستخدميها بميه. هتشوفوا بقى الكلام ده كله معايا ان شاء الله جوه الروتين. حبيت اوريكم الاوردر بيجي ازاي علشان تكونوا عارفين لو حابين تطلبوا الحاجه دي. بصوا انا وريتكم الحاجه دي وكلمتكم عنها علشان كتير منكم في الكومنتات طلب مني ان انا اوري لكم الاوردر لما يجيلي والفوط دي بتيجي شكلها عامل ازاي، لان انا من كام روتين كده كنت قايله لكم ان انا عامله اوردر بالفوط بتاعت جرينوي، فانا مش بعمل لها اعلان ولا حاجه، الحاجه دي انا دافعه فلوسها على فكره، وبقول لكم رايي فيها بمنتهى الامانه، هي محترمه وذوق، وكمان التوصيل بتاعها بتوصل لاي مكان، فعلشان كده حبيت اقول لكم افيدكم، لان انا شفت بيدجات كتير جدا بتنزل الحاجه بتاعت جرينوي بس مضروبه، فعلشان كده قلت اقول لكم عن حد ثقه لو عايزين تجربوا من عنده الحاجه بتاعت جرينوي او منتجات جرينوي عامه. بصوا انا الشباك عندي زي الفل، والاوضه عندي كلها متلمعه، انا سايبه الدفايات على فكره، بعد ما خلصت الاوضه كنت منفضاها ورجعتها تاني على المراتب علشان تحافظ على المراتب، وانا واقفه بركب الستاير والكلام ده او بلمع التلميعه الاخيره اشيلها خالص على غير الملايات الجديده اللي انا هحطه. طلعت بقى هنا جبت بخاخ وبليت الفوطه، بصوا خليتها منديه. في حاجه بقى لاحظتها في الاستخدام، لما الفوطه بتكون منديه احسن بكتير ما بتكون مغسوله ومعصوره، بتحسي ان هي فيها ميه كتير قوي كده، او بتحسي ان هي مبلوله زياده شويه، انما لما بتبقى منديه بتكون مناسبه جدا جدا في الاستخدام. عملت بيها النجفه وما صدقتش بجد النتيجه اللي انا شفتها منها، كمان مسحت بيها اللمط بتاعه النجفه، حلوه جدا جدا جدا، من الحاجات اللي يعني بصوا بتوفر كتير. تاني حاجه مريحه في الاستخدام، فاهمه ان انت حاجه بتتبهدل منك بتدخلي تغسليها وترجعي تستخدميها تاني عادي جدا ولا اي حاجه. نظفت النجفه كلها، وكان في يعني بصوا بقى اعزكم الله كده الفضلات بتاعه الدبان دي، دي طبعا بتبقى لازقه جدا كده في اي حاجه، فبتحتاجي ان انت ترشي عليها علشان تخليها كده تطلع معاكي. انا بمجرد ما بمشي بالفوطه على النجفه طلعت منها كل حاجه كانت ماسكه فيها، حتى كمان كان في تراب لازق على اللمط ذات نفسها من السخونيه بتاعه اللمط مع التراب، فبيلزق كده شويه، طلعته برضو بمنتهى السهوله. بصوا بقى انا هنا بوريكم المنظر كان عامل ازاي، طبعا النجفه منزله من عليها التراب معاكم، وده كده كان شكلها. غسلتها بالميه بس، مش بالصابونه بتاعتها، بالميه بس، ميه دافيه بس، نظفت وبقت زي الفل كده زي ما انتم شايفين. طبعا اسيب فوق الدولاب، لا طبعا مش هسكت، انا واقفه هنا على سلم
سلم محمل يعني متقلقوش. وهنتكلم دلوقتي بقى بالمناسبه بقى بتاعه الكومنتات بتاعه الفيديو اللي فات. اولا انا مش قادره اقول لكم غير ان انا بحبكم جدا جدا جدا، برغم ان كان في كومنتات عارفين اللي هو كان في ناس هتضربني على الفيديو اللي فات ولا وما تشيليش وما تحطيش وما تعمليش. بس برغم كده برضو انا بحبكم، لان انا حسيت بحب منكم في الكومنتات دي وان انتوا فعلا خايفين عليا. بس يا جماعه خلينا متفقين تاني برضو للمره المليون هقول لكم. دلوقتي دي ظروفي اللي انا فيها، يعني ما فيش حد يساعدني تمام. وكمان يعني مش كل حاجة بقولها لكم يعني بالتفاصيل وكده، انا كنت متفقة مع حد هيجي يساعدني، مع واحدة وكده هتيجي تساعدني ان هي هتعملي فوق الدواليب، فوق دولاب المطبخ، فوق الدولاب بتاع الاطفال، الدولاب بتاع النوم، الكلام ده، الحاجات اللي انا ما اقدرش اطلع لها او ما اقدرش اوصل لها او فيها مجهود كبير عليا تحت السرير والكلام ده. والمهم ما حصلش نصيب لظروف عندها هي مش عندي انا، يعني بسبب الزنقه اللي احنا فيها بتاعه العيد وكده. فخلاص يعني ربنا ما اردش ان في حد يجي يساعدني، فانا طبعا مش هفضل قاعده اللي هو انا شايفه مثلا البيت مش نظيف او في حاجات محتاجه تتعمل. انا بالنسبه لي كده فرحه العيد على فكره مش في لبس جديد ولا في كحك ولا في الكلام ده كله، انا فرحه العيد بالنسبه لي في التنظيفات، عارفين انتوا الحاجات اللي هي ايدينا كده ما بتوصلهاش دايما. فدي بالنسبه لي كده ان انا احس ابقى قاعده احس بالنظافه كده في كل حته في كل مكان. انتوا عارفين ان انا الحمد لله طول السنه بفضل محافظه على نظافه الحاجه برضو، بس اللي احنا بنعمله طول السنه حاجه مش هنكدب على بعض، واللي بيتعمل في العيد ده حاجه تانية خالص. دي حاجه بعمل على قد صحتي وبعمل على قد جهدي على فكره، ومش مستهتره ابدا بنعمه ربنا اللي هو مديهالي. وبصوا هو ربنا اعلم بكل واحد وبظروف كل واحد تمام. فبرضو يعني احنا مش في ظروف بعض علشان نحكم على بعض ان انا سايقاها او ان انا مش في دماغي الحمل او الكلام ده، لا خالص على فكرة. انا الظروف محطوطة فيها ان خلاص ما فيش حد هعرف اجيبه يساعدني، فانا بعمل بنفسي. الحاجة اللي بقدر اعملها بعملها، واللي ما بقدرش اعملها ما بعملهاش. انا مش ضغط على نفسي خالص. ولو انتي حامل انتي مش شرط ان انتي تعملي زيي، انا ما بعرفش اللي هو يعني هعدي الحاجة دي، ما عرفش ما عرفتش على فكرة. حاولت اكبر دماغي وقلت مش هعمل تنظيفات والكلام ده، وبالفعل ما عملتش معاكم في رمضان لما كان ساعتها الوضع حرج في اول الحمل. ما عملتش معاكم تنظيفات خالص في رمضان وما شلتش اي حاجه من مكانها. انا التنظيفات اللي انا عاملاها بتاعه العيد ما كانش فيه بس غير المطبخ اللي كنت عامله فيه التنظيفات، وساعتها ما كنتش اعرف بموضوع الحمل وكده. المهم علشان ما اطولش عليكم في الموضوع ده، والله انا بحاول احافظ بقدر الامكان يا جماعه، وما عنديش حاجه تانية اقولها غير كده، علشان برضو عارفه ان في كومنتات هتيجي تعبتي نفسك وجهدتي نفسك والحاجات. وبعدين منين بتفضلوا تقولولي كده، ومنين بتفضلوا تقولولي فين الروتينات التشجيعيه بتاعتك يا ميرو، احنا مستنيينك، احنا مش هنبدا غير لما تبداي والكلام ده. يعني عارفين انا مش عارفه ارضيكم ازاي بصراحه. المهم ده كده الورق بتاع اللي انا هفرشه في الوحده بتاعه الادراج اللي تحت دي، فتحتها وريتها لكم عامله ازاي اهي. وبعد كده بدات ان انا اشتغل فيها. عايزه اقول لكم على حاجه، انا خدت الفوطه وطبعا بعد ما عملت بيها فوق الدولاب، انتوا شفتوا طبعا شكل الدولاب بقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى فله، عارفين فوق الدولاب كده بقى حاجه تانية خالص، غير ان انتي تسحبي منه التراب بالمكنسه او الكلام ده، لا يعني نظافه غير تمام. خدتها بقى لان هي كانت اتطربت جامد، فغسلتها بالصابونه بتاعتها بتاعت جرين واي ووريتها لكم وانا بتكلم معاكم. وبعد كده بقى بدات ان انا هشتغل في الوحده بتاعه الادراج. بصراحه قلت هشتغل بنفس الفوطه، هي كده كده للتراب بتلمع برضو، بحس ان هي حسيت ان هي بتلمع وبتشيل اي حاجة، فاشتغلت بيها. انا ما عنديش دهون في المطبخ الحمد لله، موضوع بس بتبقى حاجة واقعة في الدرج الكلام ده. وكمان كنت فرشة مفارش شلتها هغيرها بقى وهحط معاكم اللي هي السيلفر اللي انا وريتها لكم دي. طبعا المنظر بتاع وحدة الادراج انا مش محتاجة اتكلم عنه، هو بيتكلم عن نفسه، يعني سيء جدا جدا فوق ما تتخيلوا. رفايع ملهاش اي 30 لازمه اتحولت لكراكيب في المطبخ، عارفين اللي هو انا لو مش مستحرمه ان هي تترمى والله العظيم انا كنت استغنيت عنها كلها. بس حقيقي انا ما بستخدمش اي حاجه من الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي غير الاسباتولات اللي انا بقلب بيها الرز، اي حاجه بقى انا بعملها على النار، المضارب مثلا بتاعه البيت، المصفى اللي هي السلك الضيقه دي، حاجات بسيطه جدا جدا بستخدمها من الحاجات اللي في الادراج دي كلها. كل فين وفين كده مثلا ممكن مثلا الرول بتاع العجين ده استخدمه مره من السنه للسنه، يوم ما عملت بيتزا بس. فاللي هو عارفين حاجات يعني ملهاش اي لازمه خالص. فنصيحه مني،
لاي عروسه برضو بتجهز هقول لك هاتي الحاجات المناسبه، بس هاتي استخدامك بس. عارفه انت اللي هو ما تطمعيش، ما تشوفيش الحاجه تقولي يا الله هبقى اعمل بيض عيون مش عارفه على شكل ورده، هبقى اعمل بيض مش عارفه على شكل نجمه. لا فكك من الكلام ده خالص، مش هيحصل اصلا. هتعملي البيض في طاسه عاديه جدا. المهم فما تجيبيش حاجات ملهاش لازمه، قطعات العجين، مش عارفه القطعه بتاعت البيتزا، الشيله بتاعت مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها ملهاش والله العظيم 30 لازمه ولاش استخدام. وجايبه عصاره برتقال وعصاره ليمون وحاجات كتير كده انتوا هتشوفوها دلوقتي ملهاش اي لازمه. هي الفرش الصغيره دي العمليه، وكمان البتاع اللي قدامكم الصغننه دي اللي هي القطاعه بتاعت المبشره، او اسمها المبشره بتاعت البفرم، فيها فص ثوم مثلا، بصلايه صغيره باخد مثلا ببشر بيها طماطمايه، حاجات بسيطه خالص كده، الحاجات الصغيره بعملها. الوشوش بتاعه النسكافيه دي برضو ملهاش لازمه، تمام. ففي حاجات كتير كده ما تجيبيش غير الحاجات اللي عارفين اللي هي الاستخدام العادي قوي، دي اللي تجيبيها، لان هي فعلا دي اللي انت هتستخدميها. الواحد قبل الجواز بتبقى دماغه في دنيا وفي عالم، بيبقى عايش في كوكب، ولما بيتجوز بيلاقي نفسه على ارض الواقع، تمام. فما تحلميش بقى احلام ورديه هتعملي باستا فلاور وهتعملي مش عارفه ايه، اعملي عادي باستا فلاور بس يعني هاتي وش واحد، هاتي مش عارفه ايه، ما تجيبيش كل الحاجات اللي ملهاش لازمه. انا مش عارفه كميه الشليموهات اللي عليها سمايل فيس واللي عليها مش عارفه ايه دي انا جايباها ليه برضو، دي حاجات ملهاش لازمة. هاتي اتنين بس يا ماما انتي وجوزك، او دي تجيبيها الاطفال، انما كناس كبار كده زينا ملهاش استخدام برضو. المهم ده كده كان الدرج التالت تقريبا بفضيه معاكم اهو، او ده التاني مش فاكرة ده انهي درج فيهم. بفضيه معاكم برضو وبطلع منه كده الحاجة. وعلى فكرة انا في حاجات كتير قوي وانا بشتغل كده انا هستغنى عنها، مثلا حاجات هلاقيها خلاص مثلا فيها حاجة مكسورة، فيها حاجة كان عندي ماسك كده سيليكون لقيته ساح، كنت مستخدماه في مرة على النار، كنت شايلة بيه فحمة كده وبحطها في الكفتة، لقيته ساح السيليكون اللي فيه، فده استغنيت عنه. اللي هو ايه، بحاول بقى بقدر الامكان اشيل الكراكيب دي، لان هي فعلا مش مكانها، وكمان يعني بتديني طاقة سلبية في المطبخ صراحة. لما بفتح المطبخ والاقي المنظر ده بكون متضايقة، يعني دي مهما تنظمي فيه زي ما انتوا هتشوفوا كده هو في الاخر النتيجة واحد، يعني مش شكل مريح للعين. وعشان كده هاتوا الحاجة على قد الاستخدام بس. المهم المفارش دي حلوة جدا، الرول ده كان عامل 42 جنيه تقريبا، كبير جدا. وعايزة اقول لكم ان هو كمان الظهر بتاعه كرتون كده، فبتشيليه فبيلزق في الحاجة. انا استخدمته بالظهر الكرتون بتاعه ده، ما حبيتش ان هو يلزق في الادراج، لان انا بحس ان لا، يعني الاستخدام العملي اكتر ان انا اشيل وامسح كده تحت الدرج وبعد كده احطهم تاني. في بقى كده المنظمات لما طلعتها واي حاجة بقى كانت محتاجة تتغسل غسلتها كده وسبتها تتصفى، وبجيب عندي كده فوطة نظيفة خالص ناشفة وببدأ ان انا بمسح بيها الحاجة قبل ما بحطها في الادراج، عشان طبعا ما تعملش مية، والمية دي تعمل ريحة في الادراج مش حلوة. دي الوشوش اهي اللي بقول لكم عليها ما تجيبوهاش ملهاش لازمه برضو، بتاعت النسكافيه. او تقدري بقى تحطيها مثلا على صينيه مثلا كيكه انت عاملاها عايزه ترشي عليها سكر، فهتديكي في الاخر الشكل اللي هو بتاع، بس برضو مش عمليه. يعني قطعت التفاح دي ملهاش اي لازمه. بصوا طول ما انا بقى شايفه الحاجه دي قدامكم افضل اقول لكم ملهاش لازمه ملهاش لازمه. المهم والله فعلا هي حاجات ملهاش لازمه، يعني بتصرفي فيها فلوس على الفاضي يعني، فما انصحش اي حد ان هو يجيب الرفايع دي. هاتي الحاجات العمليه. تسالوني ايه هي الحاجات العمليه اللي انا قلت لكم عليها في الاول، الاسباتولات اللي هتقلبي بيها، اللي هي يعني بصي انتي بقى يعني خلي عندك نظره كده مستقبليه، دي هستخدمها في كذا هتنفعني فهاتيها، فاهماني. انما الحاجات اللي هي افتكاسات دي لا بلاش. مش عارفه حامل سبونجة على شكل سرير، مش عارفه ايه بينزل ايه من عينه، الكلام ده كله لا بلاش. يعني عارفين اللي هي في كده رفايع طالعه، يعني اللي هو ديسبنسر الصابون بينزل الصابون من عينه، ديسبنسر الصابون بينزل من مناخيره، فبلاش يا جماعه الحاجات دي، هاتوا الحاجات العاديه خالص بجد، هي دي اللي هتنفعكم. المهم بقى كده هبدأ هرجع كده الحاجة في الأماكن بتاعتها تاني، وهخف بقى أول درج ده، دي القطاعات اللي بقولكوا عليها. وجابة منها طقمين، وهو الطقم ما شاء الله فيه 6 أو 7 قطع، والله ما استخدمت واحدة فيهم. الفرش دي جميلة جدا جدا، لما تشوفوها هتوها، عشان بجد بستخدمها في كل حاجة. عارفين بغسل بيها فاكهة، بنضف بيها سمك، بنضف بيها فريخ، بعمل بيها كل حاجة حلوة قوي.
والمصافي دي كمان الطقم اللي هو التلاتة ده حلو، بس في نوع كده حلو ونوع اللي هو بيتقطم ده، ده خدوا بالكم بقى وانتوا بتشتروا. المضارب بتاعت البيت دي برضو حلوة. عندي بقى السكاكين الزيادة هنا بحطها كده على جنب، وببدأ برضو برص المنظم التاني ده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهخف بقى الأدراج على قد ما اقدر. في بقى كده الناس بس الشاطرين بس هم اللي يعرفوا. انا دلوقتي هعمل تجديد في الركنة، تفتكروا بقى هعمل ايه والالوان هتبقى ايه، وايه هي الحاجة اللي انا ممكن اعملها؟ عارفين بقى الناس اللي هي مركزة كده معايا، عارفة شخصيتي بقى كده، عارفة انا بفكر في ايه، قولولي بقى بسرعة كده انا هعمل ايه علشان اقول لكم في الفيديو بتاع بكرة صح ولا غلط. هي حاجة خلاص انا اشتريتها وبعملها يعني، وبتجهز على الفرش على طول. فقولولي بقى كده تفتكروا ايه بقى هي الحاجة اللي انا هعملها دي او هجددها، وكمان بقى لو شاطرين توقعوا الالوان. حاسة ان انا قلبت فجأة كده على فوازير شريهان، بس مش مشكلة يعني، انا عايزاكم بقى تكتبولي تحت كده في الكومنتات ايه بقى الحاجة اللي انتوا تتوقعوها كده ان انا ممكن اعملها هجددها. كمان بقى لو وصلتي لحد هنا في الفيديو لسه ما حطيتيش لايك، حطيلي بقى لايك. مستنيه ايه يعني؟ بصوا شقه شقه والله العظيم. حطيلي بقى لايك كده حلو زيك للفيديو وكملي الفيديو. المهم بقى تالت واحد ده يعتبر برضو خفيف، ما فيهوش حاجه كتير، لان بحط فيه كل الحاجات اللي هي الرولات، الحاجات الطويله اللي هي على بعض دي، علشان انا مخصصاه كده يعني، اللي هو الفويل، الاستريتش راب، بتاع اللي هي النشابه دي، ايه تاني، الخلل بتاعت الشيش طاووق، الخله بتاعت الشيش طاووق، الحاجات اللي هي الطويله دي. كان برضو من ضمن الحاجات اللي رميتها كنت جايبه هراسه للفول، على فكره ما استخدمتهاش خالص، بس هي طلعت المونيا مش استنلس، فصدت عشان جه عليها ميه فصدت فرميتها. طبعا ما ينفعش استخدمها تاني بالصدى اللي فيها ده. هفرش برضو هنا كده على مقاس الدرج. خلاص بقى انتوا كده اتعودتوا يعني ان انا باخد مقاس كل درج على فكرة عادي، هو البتاع معمول من ورا كده بماركر، يعني متعلم، فانت لما بتقصي بيبقى سهل جدا، غير مثلا ايدك ما بتخليش ايدك تلوح الرول معاكي، لا بيطلع مظبوط لانه بيبقى متعلم كده من ورا بخطوط زرق. والفرشة بتاعت ايكيا دي برضو حلوة قوي. الطقم بقى بتاع ايكيا اللي هو سيء جدا، الطقم اللي هو الاسود ده الرصاصي حلو قوي، الاسود ده وحش جدا، محدش يعني محدش يجيبه لان هو ملوش استخدام، لان ضعيف جدا جدا، اللي هو اللي انت لو قلبتي بيه حاجة على النار عارفة اللي هو هيسيح في ايدك، فملوش استخدام. حطيت كمان الكنك كله في الدرج ده برضو هنا، والدرج بقى اللي تحت ده بصوا بقى وقع تحت منه كمية حاجات مش قادرة اوصف لكم. في طقم توزيع خشب كامل وقع تحت، تمام، الماسك السيليكون اللي انا بقولكم عليه ده برضو واقع تحت، ده اللي انا بقولكم عليه، وكمان كان واقع بقى تحت كده اللي هو الاطباق الفل دي كنت بحطها في اخر الدرج، وحاجات كتير بقى وقع تحت كده، في حاجات استغنيت عنها. وهبدأ بقى ان انا هنضف المكان ده كده من تحت خالص، برضو ايديا مش بتوصله دايما، فطلعت الدرج بره خالص وبدأت بقى ان انا برش كده بالبخاخ ده، وبعد كده بمسح بالفوطة وكده هيبقى معايا زي الفل. بعد بقى ما اخلصه هبدأ همسك الدرج ده وهبدأ ان انا هرصه. شايفين بقى الطقم بتاع الاسبونجات الكامل ده، انا الطقم ده ما بفتكرش ابدا ابدا ان هو عندي، يعني ممكن الاسبونجات عندي تخلص فانزل اشتري مش عارفة ايه، ما ممكن اوقف غسلة مواعين اصلا على موضوع الاسبونجة ده، وفي الاخر انا عندي طقم كامل اللي هو الاربعة اللي مرسوم عليه سمايل ده تحت في اخر درج ومش بفتكره خالص. عايزة بقى انقله كده في مكان قريب لايدي او اطلع منه بره، علشان لما اللي عندي دي تقدم شوية ارميها، لان انا لسه مطلعاها واستخدم منه صراحة بقاله سنة ما جيتش جنبه يعني، حرام. بنسى اصلا ان هو عندي، يعني اخر درج ده مش بفتحه كتير خالص. كان في منظم للانبوبة ايام ما كنت عندي انبوبة، ايام ما كان عندي انبوبة وبرده استغنيت عنه. خلاص بقى اللي عارفين اللي هو زهقت بقى من كتر ركنة الحاجة كده، اقول اكيد هي هيجي عليها يوم وتستخدم، لا ما بتستخدمش طبعا. طالما حاجة خلاص انت شايفة مثلا ان هي كان ليها استخدام لحاجة معينة والحاجة دي مبقتش موجودة، فعرفي ان انت مش هتستخدميها تاني خلاص. المهم بقى كده هفرش برضو اخر درج ده وهرصه معاكم، وهوريكم بقى شكل كده وحدة الادراج في الاخر بقت عاملة ازاي. عايزة اقول لكم اخدت مجهود، لان هي فيها رفايع كتير جدا، والرفايع دي معظمها اتغسلت، فبتاخد مجهود ووقت جامد يعني، فخلصت منها الحمد لله. وهنا كده حطيت الاكياس الحرارية كلها، انا عندي جميع المقاسات حطيتهم كده في قلب بعض وحطيتهم في الدرج ده،
معايا بقى كده كام اسم الفيديو ده عايز اقولهم معاكم. واول اسم معايا عبير من سوهاج، تاني اسم معايا سجدة وبسملة، تالت اسم معايا نورهان هيثم، ورابع اسم معايا ام ايات وحسن ورقية، خامس اسم معايا رضوى من دمنهور. وهنا بقى كنت كده جهزت الفطار السريع ده لان ما كانش فيه وقت، عملت شكشوكة وعملت فول وعملت حطيت تونة وزيتون وكده بقى كان الفطار بتاعي. وده الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى تحطوا لي كده لايك حلو زيكم، ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة نوريني بالاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامة.